Let's see Batman and Amr. Okay, Batman and Amr. Let's see the beast. Ben Zubeh. Ben Zubeh win. Okay, let's see the beast again. Woo! Amr win. Amr win. Zubeh and Amr. Ben Zubeh. Ben Zubeh. Ben Zubeh. RC Drag Racing 132 beat starting now. Round 3. الأخيرة النهائية واللي بيطلع فيها بطل دوري رمضان. Between البريمي and عامر. With them the best. Let's see the beast. Okay, round 2, let's see. Amr win. Okay, Buti and Captain Isa, let's see. Buti win. Round 2, Captain Isa and Buti. Captain Isa. بطي ون الكاش اند جابر. ليتس سي سلطان ون. اوكي جابر اند الكاش راوند 2. بابل جابر الكاش ون. الشامسي فيرسس حزام. سي ذا بيست. عزام عزام and محمد. Let's see. عزام باتمان. ايوه خذوا عني العويس عادي او القراري. اوكي باتمان himself and سالم. Let's see the beast. Let's go. Let's go. Let's go. بن صبيح. بن صبيح وين؟ عبد الرحمن. راوند 2 ليتس سي. حاول ابو عمر. حاول ابو عمر. ابو عوف وين؟ اوه راح راشد اند عبد الله الشريف. راوند 2 ليتس جو. سالم عن جمع الطاير. راوند 2 ليتس سي. سالم اوكي سالم عن جمع الطاير. ليتس سي ليتس سي ذا بيست. اوكي ليتس سي ذا ماستنج اف اس اند ذا ليميتلس. وي سي ذا بيست. عبود على الحدود. اوكي راوند 2. عبود. اوكي ليتس سي عامر اند بطي. ليتس سي ذا بيست ان راوند 2. ليتس جو. عامر وين. اوكي راوند 2 ليتس جو. عامر يلا اوكي جاهزين؟ 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 عينكم على البيت على الشارع. سلام كاش again. Let's see the beast. عينكم على البيت على الشارع. سلطان فاول. عزام وين؟ راشد وين؟ اوكي راوند 2 ليتس سي ذا بيست. خلاص راشد وين؟ جمع الطاير عند عبد الله الشريف. ليتس سي ذا بيست. اه
اوكي 110 بيست جابر عند الكاش ليتس سي. ايوه تشي الكاش الكاش بريك باول باول جمعة باول جمعة راشد وين عينك عليته على الشارع وعرضه بالضبط باول راشد وين ثيرت اند سكند بليس اوبن كاتيجوري انت راح قدامك عينكم عليته على الشارع راشد وين البطولة عند راشد كابتن هباو 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 كابتن هباو كابتن الصراحة ما قصرتوا وبدعتوا بالباور الباور كان شيء خيالي جدا 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 عن الفائزين في الجولة الثالثة وبطل دوري رمضان بالنقاط تمام بنبتدي في الوانتن وبعدين الاوبن وبعدين الاوائل في النقاط